صحة الحيوان في علاقة بحياة الإنسان في برنامج مع البيطري على الحياة أفهم. صباح الخير وصباح النور لكل من تحق بينا توا على 90.3. موضوع حلقتنا لليوم في مع البيطري باش يكون كيفية اختيار وانتقاء الأسماك، معناها كي نمشيو للمارشي كيفاش نعرفوا الحوت الفريشك من الحوت اللي عنده برشا ديجا كونجيلي، وهذا الكل باش نحكيو فيه مع الطبيب البيطري دكتور صالح الشهيبي. صباح النور. مرحبا بك مرة أخرى دكتور. كيفاش أنا قررت مش نطيب اليوم مثلا بالحوت؟ نحب الحوت فريشك ديجا، هو فما برشا كي يبدا كونجيلي مش نعملو لك الديكونجيلاسيون، معناها تصير فيه برشا حاجات وبرشا مشاكل، ماذا بيا نقولك ناخذو فريشك، اما كيفاش نعرفو اللي هو فريشك؟ بصفة عامة التونسي ياخذ الحوت ديما مش ياخذو، معناها يمشي للمارشي باش ياخذو باش يطيب بيه النهار هذا، بصفة عامة ما يخليش في الفريجيدير كونجيلي ولا حاجة. دونك مهم وانه يكون معناها يعرف اموان كيفاش، لانه مستهلك التونسي ماهوش الناس كل خبيره في الحوت، فهمت؟ احنا كحكينا دكتور على الكونجيلاسيون، نحكي معناها اللي هما ديجا كونجيلي، معناها الحوت اللي مش يجيب بحون يبدا ديجا كونجيلي وعملوا له سير كونجيلاسيون، ولا معناها ينجم خاطر تصير هكا الحكايات هذه؟ نجم تصير، ما تنجم تعرف انت الحوت ولا كيفاش نعرفوا ولا لا. دونك اول حاجه ساعه كي مش ياخذ لا ديسيزيون مش يمشي للمارشي، دونك مش يشوف، دونك من الاول الفيو نتاع المكان معناها اللي يبيعوا فيه الحوت، دونك مش يعمل فيو كامله بصفه عامه، مش طول باش يمشي يشري الحوت، مش طول مش يمشي اول صندوق مش يعرضه ولا اول نوعيه من الحوت مش تعرضه مش ياخذها. اول حاجه مش يعمل دوره ويشوف معناها انواع الحوت، وديجا بالعين ينجم يحدد اموان نوعية أن هو الحوت اللي جديد وموا بالعين النجمه نطلعه بطبيعة دكتور، خاطر فما ديجا إذا كان الحوت يبدا قديم نجم تصير من بعد برشا مشاكل، معناها حتى في الجهاز الهضمي، معناها بالحق راهي اختيرة برشا الحوت روكي يبدا ماهوش جديد، مش حاجة سهلة ولا حاجة معناها عادية نجمه نعديها. طبعا خاصة تصير حتى ميم تسممات، خاصة الحوت ينجم يعطي أي حاجة منتج غذائي نجم يعطينا توكسي انفكسيون، دونك تسمم غذائي، ولا قدر الله ينجم يسبب حاجات اختيار للإنسان. وينجم زادا يعطينا نوعين من الحساسية، لأنه كما الحوت الأزرق باغ إكسومبل يزم يكون الحفظ نتاعو في درجة حرارة معينة. لأنه علاش؟ لأنه الحوت الأزرق فيه خاصية، فيه مادة اللي هي تتسمى مادة الليستامين. الليستامين هذه يفرزها الحوت الأزرق هذاك، دونك إذا كان وقعت الحفظ نتاعو ما كانش في ظروف جيدة وإلا قديم، ينجم يخرجك الليستامين هذاك وينجم يسبب إشكالية للمستهلك، وينجم يسبب تسممات للمستهلك لا قدر الله، تولي طفح جلدي وإضافة إلى التسممات المعوية، ويعطي برشا علامات اللي هي تنجم تكون اختيار على صحة الإنسان. فوالا هذاك علاش نقولوا راه مهم على الاخر كي نجيو نشريو في الحوت نعرفوا كيفاش نختاروه، وفما حاجات بسيطه على الاخر ديجا مش تقول هنا انت دكتور، نجمو نفرقوا الحوت الجديد، الحوت الطازج بيان سور اللي جديد، من الحوت القديم اللي يسبب المشاكل اللي كنت تحكي فيها هذه الكل. طبعا اول حاجه كما قلت لك مش يعمل نظر على الحوت اللي موجود، ديجا كما يقولوا فيها دونك من الرائحة نتاع الحوت تنجم ديجا، دونك ريحة البحر موجودة ماهيش رائحة ما تلقاش، مهم انك تشم ريحة البحر بالحق، مهم وانه هذيك دليل بون حاجة من الحاجات اللي تنجم تعطيك فكرة اموا على الحوت اللي جابوه النهار هذاك. دونك أول حاجة مش نشوفوا للحوتة، كي نشوفوا للعين، العينين هي في الأصل بتكون سليمة كي تكون العين معناها براقة، دونك تتفاعل معاه وشفافة اون بلوس ما هيش داخلة، دونك بارزة، دونك العين فيها بومبي كما نقولوا احنا في الليطة الطبيعية نتاعها، لأنها تلقاها بومبي عادية ما هيش داخلة العين، ما فماش كما نقولوا فيها حفرة في العين، العين مش داخلة، دونك هذيك العين الطبيعية. ولونها معناها يكون طبيعي شفاف؟ طبعا شفاف، لا أحمر لا حتى لون آخر، طبعا معناها شفاف طبيعية تظهر، معناها فيها لمعان
فهمتني؟ من الخديجة هذايا بالعين المجردة النجم اللحظة النجم نلاحظوه فوالا. هذا العنصر الأول. العنصر الثاني نشوفه الخياشيم نتاعها، النجم نشوفه وين موجودة الخياشيم نتاعها. الخياشيم هي كلية على جنب منين تتنفس من الحوت هذاك، عليه باش نقربوا للسادة المستمعين. الخياشيم هي هذيك الموجودة وراء راس الحوتة. دونك النجم نشوفوا الخياشيم هذيك نحلوا ونشوفوا تكون عادة لون أحمر بريق، دونك تجي دونك لماعة ولون أحمر يظهر وأنها ما فيهاش ما فيهاش أكل حاجات اللزجة ذيك المخاطية هكا ولا صحيح تكون وبريقة تلمع 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 واللون نتاعها لون واضح لون أحمر كما نشوفوه. هذه الحاجة الثانية. الحاجة الثالثة في الخياشيم في حد ذاتها نجم حتى نجم تشم من بعيد، نجم تشم رائحة إذا كان الحوتة ما هيش ما هوش جديد الحوتة ذيك مش تلقى ريحة غير طبيعية. طبعا نجم تشم حتى بالخشم حتى عن بعد، دونك ديجا نجم تشم دونك من خلال الخياشيم زادة. دونك هنا إذا كان شمينا ريحة بصفة عامة الحوتة ذيك قديم معناها نقولوا تجاوز الاربع خمس ايام معناها ملي ينجم يكون معناها في الليتا نتاعو اللي قاعد معناها اللي قاعد ينجم نقولوا ان بو بدا يعدم شويه معناها يولي ما عادش صالح للاكل. طبعا ماذا بينا نتفاداوه على خاطر ما نعرفوش على الاشكاليات اللي تنجم تسبب لنا حوته مثلا تكون عندها اربع او خمس ايام كي نستهلكوها. دونك هذيك الحاجه الثالثه. الحاجه الرابعه نشوفوا الحوته كي نضغطوا على الظهر نتاعها كي نمسوها وين الظهر نتاعها بالاصبع نتاعنا. دونك بصفه عامه البلاصه الصبع ما يلزمهاش تبقى هذيك معناها ترجع لطبيعتها انت تنزل عليها شويه وهي ترجع للحاله الطبيعيه نتاعها وهذيك دليل للحوت جديد. اذا كان بقى بلاصه الاصبع نتاعنا الصبع نتاعنا على الحوته على ظهر الحوته هذيك وما رجعش للحاله الطبيعيه نتاعو معناها هذيك راهي قديمه شويه كما قلنا على الاقل عندها اربع خمس ايام ما دونك ما هيش في ريشك الحوت هذيك. ماذا بينا نتفاداو وان نشريوها باش نتفاداو لا قدر الله التعقيدات اللي تنجم تصير لنا جراء استهلاك حوت مثلا كما كنا نحكيو قديم يتسمى. عندنا حاجه اخرى زادة دكتور انا نعرفها ان القشره ذيك نتاع الحوته ما تتساقطش في ساعه ولا هذيك العلامه المعلومه اللي عندي ديجا هذيك علامه من العلامات اللي هي العلامه الخامسه. دونك لي زيكاي ذوكم القشور نتاع الحوت بصفه عامه هي تلقاها معناها لاصقه في جسم الواحد ونورمالمون ما تتنحاش بسهوله حتى كي تحاول تنحاها ما تنحاش بسهوله. اذا كان في ساعة انت تمسها وهي تنحات دونك فما مشكلة لهنايا فريشك الحوت. دونك كما كنا نحكيو الحوتة هذيك دونك عندها مدة ويلزمنا نتفاداو وان ناخذوها لانه قد تسبب لنا امراض لا قدر الله وتسممات معوية وتوكسي انفكسيون. دونك نحن في غنى عنها وديجا هذوما دكتور حاجات بسيطة معناها بالعين المجردة نجموا نلاحظوهم. هو اون جينيرال اللي يمشي شي في الحوت يقول لك انا نعرفها فاست العين هذايا معروفة معناها عند الناس الكل يقول لك العين نتاعها يلزمها تكون ماشي. اما بورتون فما برشا حاجات اخرين نجموا نعرفوا بها حتى ديجا البطن نتاعها تبدا طالعة منها حاجات الحوت هكا ولا كتقدام معناها كتقدام بالقدام معناها ديجا معناها تظهر العلامه هذه لانه ماشي تنفخ البطن نتاعها وتنجم تعمل كلاتمون دونك تلقاها حتى لو بوين دو في كونسيستونس معناها حوته قديمه تظهر فهمت فوالا دونك ماذا بينا نتفاداو استهلاكها. وكما كنا نحكيو العين لهنا مهمه بالنسبه للمستهلك فهمتني وخاصه نركزوا برشا خاصه على الحوت الازرق. الحوت الازرق خاطره بالحق خطير على الاخر معناها يسبب برشا تسممات يعطيك الصحه لانه فيه مواد اللي تنجم تصيب تعمل لنا تسممات نحن في غنى عنها كما كنت نحكي لك. دونك نردوا بان الحوت والحوت الازرق سهل التعكر الحاله نتاعو دونك ديما حتى الحفظ نتاعو يكون اصعب. شفتوا الحوت الازرق ماذا بينا نحاولوا ديما كي ناخذوا الحوت الفريشك
فهمتني؟ لانه ينجم يسبب لنا كما كنا نحكيو تعقيدات وامراض اللي احنا كما كنا نحكيو ماذا بينا نتفاداوها. هو دكتور فما برشا عباد يقول لك انا مثلا ما نجمش ناخذ كي نحب نطيب ناخذ، نجم ناخذ هكا كميه من الحوت ونحطها في الكونجيلاتور باش معناها من بعد وقت اللي نستحقها نجبد، وقداش المده اللي نقولوا معناها مسموح لك انك تحطها في الكونجيلاتور؟ بصفه عامه شفت الحوت ما يبقاش برشا في الكونجيلاتور اون جينيرال ما يبقاش برشا. من النصائح الحاجات اللي واحد ماذا بينا كل جمعة وجمعتها فهمت ما نحاولوا نتفاديه مش من المحبذ معناها مش من المحبذ خاصة الحوت مش من المحبذ وأنك تحطه في الكونجيلاتور لأنه كما قلت لك الحوت ما هو غير الحمار فهمت الحم الكونسيرفاسيون نتاعو حاجه والحوت كونسيرفاسيون نتاعو حاجه كيما تحسوا ان بو ديليكا هو الحوت على الانواع الاخرى نتاع اللحوم طبعا من الحاجات الديليكات هي الحوت دونك كونسيرفاسيون نتاعو ديما نحاولوا نتفاداو لانه نحاولوا ما تقدمش برشا لانه طريقه الحفظ نتاعو ديما تتطلب معناها دي كونديسيون سبيسيفيك فهمتني وديما في الدور العادات والتقاليد نتاع التونسي بصفه عامه ديما يحب الحوت فرش كمان يحب الحوت فرش زيد فما عباد تقول لك انا ما المقدره الشرائيه نتاعي ما تنجمش دونك يلوج على الحوت الرخيص شويه وهو بالحق فما برشا بائعين ما نعموش احنا الكل نقولوا معناها ديجا كي يبدا الحوت قديم يرخص في السوم نتاعو دونك انت مش على خاطر معناها شيء باش تاكل الحوت وتلقاه رخيص دونك معناها تنجم تضرب الصحه نتاعك وصحه الصغيرات نتاعك دونك دو بريفيرونس اذا كان شاهي بالحق ما يسالش معناها خذ حوت فرش وديجا انت دكتور اعطيتنا 6 ولا 7 علامات معناها تدل على اللي الحوت نتاعنا فريش كنعاودوهم هكا بريفمون دكتور قلنا العين وعندك الخياشيم نتاعو دونك كيلك سوا اللون نتاعها والا الريحه اللي خارجه منها عندك القشره قلنا ما تطيرش في ساعه وبالطبيعه كما كنا نحكيو كي ننزلوا على الحوته بالاصبع نتاعنا ما تخليش بلاصه الصباع دونك في ساعه ترجع هذوما اهم حاجات اللي اي انسان ينجم يفرق ما بين الحوت القديم والحوت الجديد الحوت الفريسك وهي حاجات سهله وبسيطه على الاخر ما تستحقش معناها ان اكسبير باش يشوف الحكايه تمام هذاك علاش احنا الهدف نتاعنا هو وانه نقدموا معلومات للمستهلك بصفه عامه لانه ديما نرجعوا البرنامج هذا هو مع البيطري ديما صحيح نحكيوا على الصحة الحيوانية ومن خلالها هي صحة الإنسان لأنه كي نحكيوا على الصحة الحيوانية نحكيوا على المنتجات من أصل حيواني دونك تدخل في الاستهلاك نتاع الإنسان دونك نحكيوا على صحة الإنسان صحة الإنسان اللي هي مهمة على الأخر مهمة على الأخر وهذاك الكونسيبت نتاع الوان هيلث صحة واحدة ما عادش توا ثم في العالم كامل توا الكونسيبت هذا موجود ما ثماش فصل ما بين صحة الإنسان وصحة الحيوان لأن هي صحة واحدة في الأخير ديما صحة الإنسان من صحة الحيوان. شكرا لك دكتور على الإيضاحات هذه الكل، شكرا لكم أعزائنا المستمعين اللي كنتوا تتبعوا فينا، كان فاتتكم أي حاجة كيفاش تنجموا تختاروا الحوت الفريشك نتاعكم تنجموا تلقاوها على الباج أوفيسيال فيسبوك الحياة فيم. كنت معكم أروى غيث كوتي ميكرو أيمن ليغا في الإخراج التقني محمد قدح أمن لكم الديجيتال. مع البيطري صحة الحيوان في علاقة بحياة الإنسان في برنامج مع البيطري على الحياة FM.